أما فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء بجموع المصلين لصلاة الجمعة بجامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي. إمام وخطيب المسجد الحرام أكد في خطبة صلاة الجمعة أهمية الإحسان في مختلف جوانب الحياة، مشيرا إلى أبرز أوجه الإحسان. وإن المؤمن لا يمتد إحسانه إلى غيره ويعم من سواه، فإذا استجمع خلال الإحسان إلى النفس دأب على ترويضها على الإحسان إلى المخلوقين في أبواب من الإحسان مشرعة لا منتهى لها، كبذل الندى وبسط الوجه وصنع المعروف وإغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب والتفريج عن المهموم وسد الخلات وقضاء الحاجات وإطعام أهل المسغبة وكفالة الأيتام والسعي على الأرامل وتزويج الأيامى وعيادة المرضى وتعليم الجاهل وإرشاد الضال وغير ذلك مما لا يحصى. إن من مشاهد الإحسان التي هي ذكرى للعابدين ومنار للسالكين وحادٍ للمحسنين ما جاء في خبر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أخرجه الشيخان في صحيحيهما. هذه المشاهد الثلاثة هي من أبلغ مشاهد الإحسان التي لا ينهض لها إلا الكاملون المصطفون.